سلام 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 حمد الزهري اسلم. اضحك ولا تشغل خطاياك بالك ما دام حتى الروح تامر عليها، لو اني برضى بي واحد بدالك ما كان اطوفها وانا محتميها، وما كان اداري خاطرك وعنالك وادوي بنفس نضيقها محتديها واكثر عتابي. وينك وكيف حالك وعيني من المشروح فيها وفيها كم كلمة توجع لو اقولها لك ولا يخليني غلاك حكي. سلام عندك الشيخ ابو طالب. بعد ابو طالب مو مشكلة يا شباب، بس باقي لبي لبي ابو طالب بس عشان على طاري بس يا مطريت الشعر في بيشة، ترى معروفين اهل بيشة من زمان بالشعر ولا تصور في باقي المناطق. نعم من ايام الدولة الأموية. ونعم سمعتم بيت اللي يقول او شاعر ينقال له عبد الله بن الدمينه الاكلبي. انا صاحب قصيده الا يا صبا نجد متى